أمين. خلينا نأخذ كتب المقدسة في العشية هاي، نفتح مع بعضنا البعض إلى إنجيل يوحنا. أنا بعرف الوقت صار مأخر كتير، ورح أجرب بقدر الاستطاعة أن اختصر، لكن لابد في هالعشية هايدي ونعطي على الأقل رسالة واضحة عن معنى الصليب والفارق العظيم. هناك فوارق كتيرة اللي ممكن أنه نحكي عنها ما بين شخص الرب يسوع المسيح وما بين آخرين اللي هن يعني يعتبروا رؤساء أو أنبياء أو كهنة أو ملوك، لكن هو وحده بينه وبينهم فارق عظيم جدا. وإن كنا نتكلم عن ولادته كما نتكلم في يوم الميلاد، فأنا نعلم تماما بأن دخوله إلى هذا العالم كان دخول فريد من نوعه، لم يدخل أحد إلى هذا العالم كما هو دخل. وإن كنا نتكلم عن حياته فلم يحيا أي إنسان كما هو عاش، لأنه وحده الذي عاش ولم يخطئ أبدا، لم يوجد في فمه غش ولا فيه أي عيب. هو الذي وحده استطاع أن يقول من منكم يبكتني على خطيئة، وحده ولا وحده، ولا حدا كان يقدر أن يبكت شخص الرب يسوع المسيح على أي خطيئة. وإن كنا نتكلم عن موته فهو لم يمت من أجل ذنب اقترفه، مكتوب أن أجرة الخطيئة موت، لكنه هو دخل العالم بلا خطيئة وعاش بلا خطيئة. فالسؤال، لماذا كان ينبغي أن المسيح يموت؟ والجواب هو في الكتاب المقدس، وهو المكان الذي نستطيع أن نرى فيه جوابا لكل سؤال. في إنجيل يوحنا صح 19 الكتاب المقدس بيخبرنا وبقول ابتداء من عدد 16، فحينئذ أسلمه إليهم ليصلب، فأخذوا يسوع ومضوا به، فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة، ويقال له بالعبرانية جلجثة، حيث صلبوه، وصلبوا اثنين آخرين معه من هنا ومن هنا، ويسوع في الوسط. وكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب، وكان مكتوبا يسوع الناصري ملك اليهود. فقرأ هذا العنوان كثيرون من اليهود، لأن المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريبا من المدينة، وكان مكتوبا بالعبرانية واليونانية واللاتينية. فقال رؤساء كهنة اليهود لبيلاطس، لا تكتب ملك اليهود، بل أنه ذاك قال أنا ملك اليهود. أجاب بيلاطس، ما كتبت قد كتبت. ثم أن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام لكل عسكري قسما، وأخذوا القميص أيضا، وكان القميص بغير خياطة منسوجا كله من فوق. فقال بعضهم لبعض، لا نشقه بل نقطن عليه لمن يكون، ليتم الكتاب القائل، اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كيلوبا ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا، قال لأمه، يا امرأة هو ذا ابنك. ثم قال للتلميذ، هو ذا أمك. ومن تلك الساعة أخذ التلميذ إلى خصته. بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب قال، أنا عطشان. وكان إناء موضوعا مملوءا خلا، فملأوا إسفنجة من الخل ووضعوها على زوفة وقدموا إلى فمه. فلما أخذ يسوع الخل قال، قد أكمل، ونكس رأسه وأسلم الروح. ثم إذ كان استعداد فلكي تبقى الأجساد على الصليب في السبت، لأن ذلك يوم السبت كان عظيما، سأل اليهود بيلاطس أن تكسر سيقانهم ويرفعوا. فأتى العسكر وكسروا ساقي الأول والآخر المصلوب معه. وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه، لأنهم رأوه قد مات. لكن واحد من العسكر طعن جنبه بحربة، وللوقت خرج دم وماء. والذي عاين شهد، وشهادته حق، وهو يعلم أنه يقول الحق،
لتؤمنوا أنتم، لأن هذا كان ليتم الكتاب القائل عظم لا يكسر منه، وأيضا يقول كتاب آخر سينظرون إلي الذي طعنوا، سينظروا إلى الذين ألا طعنوا. نصلي. أبانا السماوي، نشكرك من أجل هذا المكتوب، قصة الصلب، قصة الفداء العظيم، نعم يا رب قصة الحب العجيب. إله الحبيب، أصلي في هذه اللحظات حتى أنت بروحك القدوس تسيطر على عبدك من تستخدمه، أخفيه وراء صليبك، وتسيطر أيضا يا رب على إخوة السامعين، على كل من وجد في هذا المكان، لكل من عرفك، ليتك تعمق المحبة أكثر وأكثر، وتعطينا أن نعلن ولائنا الكامل لك، ولكل من لم يعرفك بعد ليتك تجتذبه إليك بحبال محبة الجثة، وتعطيه أن يتعرف بك ويسلم، لأنك وحدك المنقذ العظيم والمخلص في هذه نفوسنا، ولك في اسمه أيها الآب مع الروح القدس كل شكر وإكرام وسجود على الدوام إلى أبد الدهور، أمين. كما قلت بأن الفارق بين كثيرين من هذا العالم الذين رأوا بأنفسهم قاضع عظماء أو رؤساء أو ملوك أو كهنة أو رؤساء كهنة، فارق عظيم جدا. فليس فقط الفارق هو في الموت الذي ماته الرب يسوع المسيح، لأنه لم يمت من أجل خطاياه هو، إنما كما يقول الكتاب أسلم من أجل خطايانا. وعندما يتكلم الكتاب في هذا المكان يقول الكتاب في عدد 16 من إصحاح يوحنا بالإصحاح 19، فحينئذ أسلمه إليهم ليصلب. من هو الذي أسلم يسوع ليصلب؟ إنه بيلاطس أسلمه إلى اليهود، أو أسلمه إلى العسكر الرومان لكي يصلب، لأن اليهود لم يكن يحق لهم بأن يحكموا على شخص بالموت، ولذلك لجوا إلى الحكم الروماني، وبالتالي أمر بيلاطس وسلم بيلاطس يسوع إلى العسكر لكي يصلب. لكن حقيقة أحبائي أن رحلة الصلب لم تبتدئ في ميلاد الرب يسوع المسيح، ولم تبتدئ عندما أسلم بيلاطس يسوع للعسكر لكي يصلب، إنما ابتدأت منذ القديم ومنذ فجر التاريخ، عندما أخطأ أبوينا الأولين آدم وحواء، وعد الله وقال يأتي نسل المرأة الذي سيسحق رأس الحية. نعم هو يسحق عقبه، ولكن نسل المرأة يسحق رأس الحية أي إبليس. ووعد الرب الفادي المخلص نسل المرأة الذي سيولد من دون خطية لكي يموت من أجل خطايا البشرية. ولذلك نرى بأن هذه الرحلة، رحلة الصليب، كانت بعيدة جدا، فقد جاء منذ فجر التاريخ، وهو جاء إلى المكان المقصود. عندما كتب بطرس عن موت الرب يسوع المسيح قال هذه الكلمات، يقول لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. نعم إن الله هو الذي أسلم يسوع لكي يصلب، كما قال أيضا بولس الرسول في عظته الشهيرة هناك عندما كان يتكلم، يقول أخذتم هذا الذي أعطاه الله، وبمشورة الله المحتومة، نعم إنها مشورة الله منذ الأزل، إذ أن الله أراد أن يفتدي كل بني البشر، أراد أن يعيدنا إلى العلاقة معه. ولذلك عندما أسلم يسوع للصلب كان يذهب إلى مكان مقصود. عندما ولد في هذا العالم كان يعلم بأنه سيموت ولن يموت عندما يذبح هيرودس أطفال بيت لحم، ولن يموت في البرية عندما جربه إبليس، ولن يموت رغم أنه قال له ألقي نفسك من على جناح الهيكل لأنه مكتوب يصي ملائكته بك، ولن يموت عندما كان هناك في بستان جثيماني ويصارع الموت حتى أن عرقه كان يتصبب كقطرات دم، لكنه جاء لكي يموت في المكان المحدد. ما هو المكان المحدد؟ نعم إنه نفس المكان الذي ذهب إليه إبراهيم لكي يقدم ابنه إسحاق، إنه نفس المكان الذي انتقاه داود ليبني عليه الهيكل هناك
لكي يكون هناك المذبح حيث تقدم الذبائح، لأنه قال لهم احذروا من أن تقدموا ذبائحكم في أي مكان آخر. وهناك على تلة الجمجمة التي يقال لها بالعبرانية الجلجثة، ولليوم لما بتروح على مدينة أورشليم بتشوف تلة صغيرة، ومن لما بتطلع فيها عن بعد شوي بتلاقي انه بالتلة هيدي فعلا في عبارة عن جمجمة. صورها كثيرة وبعدها لليوم شهادة بأنه على تلك التلة الصغيرة هناك خارج المحلة وخارج أسوار أورشليم صلبوا يسوع. جاء إلى ذلك المكان حيث كان قد عينه الله. إن هذه الرحلة لم تكن رحلة بعيدة فقط إلى مكان مقصود، لكنها كانت أيضا بذي آلام كثيرة ومبرحة. نعم مكتوب لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. نعم بعد أن سلمه بيلاطس مضوا به إلى الصلب، خرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة. وهواك كان لتلك الرحلة قوة عظيمة وسلطان عظيم. لماذا؟ لأنه على تلك الجمجمة، على تلك التلة التي تدعى جلجثة، صلب مع يسوع اثنين لصين، واحد من هنا والآخر من هنا، ويسوع في الوسط. وحيث يكون يسوع في الوسط توقع أن يكون هناك بركة. ابتدوا اللصين يحكوا ويقولوا له إن كنت أنت ابن الله خلص نفسك وإيانا. وفجأة واحد من اللصين تحقق بشيء وروح الله لمس قلب هالإنسان هيدا، واتطلع بصاحب اللص الثاني وقال له أولا تخاف الله إذ نحن ننال استحقاق ما فعلنا، وأما هذا فلم يفعل شيء في غير محله، ولا شيء ما عمل غلط. وبعدين طلع بشخص الرب يسوع المسيح وقال له يا رب اذكرني متى جئت في ملكوتك. وجاء الجواب من شخص الرب يسوع المسيح الحق الحق أقول لك اليوم تكون معي في الفردوس. يا لها من قوة ويا له من سلطان. حيث يسوع هناك البركة، وحتى وفي ساعة موته كان يذكر الآخرين. لماذا؟ لأنه في الصليب ليس هناك رحلة بعيدة، لكن في الصليب أيضا شهادة أكيدة. في الصليب شهادة أكيدة. ونرى في هذا الحدث الذي أمامنا شيئين لكي يعطونا هذه الشهادة الأكيدة. الشيء الأول هي الشهادة بالمكتوب، والشيء الثاني هي الشهادة في القميص الذي ألقي عليه القرعة. الشهادة الأولى هي بالمكتوب، ما كتب كان قد كتب كما قال بيلاطس، لأن اليهود عندما رأوا ما كتب هناك لم يعجبهم هذا الكلام. قالوا لبيلاطس، قالوا ليس هو ملك اليهود، ليس هو ملك اليهود، بل هو قال بأنه ملك اليهود. وتماما ممكن نقول مثل ما يقول بعض الأشخاص أنه لم يصلب لكن شبه لهم، لكن الآية تقول وقولهم أن المسيح صلب، قول اليهود. لكن الحقيقة أحبائي بأن الكتاب المقدس واضح وصريح، والتاريخ واضح وصريح بأن المسيح يسوع صلب في تلك الحادثة ومات صلبا عني وعنك. في تلك الحادثة كتب بيلاطس يسوع ملك اليهود، هذا هو يسوع الناصري ملك اليهود. وكتبت هذه العبارة بثلاث لغات، اللغة الأولى هي اللغة اليونانية، اللغة الثانية هي اللغة العبرية، واللغة الثالثة هي اللغة اللاتينية. أولا اللغة اليونانية كانت هي اللغة العامية، عامة الشعب اللي كل الناس كانت تحكيها، كانت لغة التجارة. أما اللغة العبرية فكانت هي لغة الدين،
لغة اللاهوت ودراسة الأشياء التي هي لله. أما اللغة اللاتينية فكانت هي اللغة الرومانية التي كان بها يسيس أهل السياسة أو يحكم أهل الحكم. وهكذا نرى بأن هذه الآية أو هذا ما كتب كان لعامة الشعب، وكان لمن هو متدين، وكان لمن هو حاكم أو أمير أو ملك، وبالتالي كانت هذه الرسالة إلى كل العالم أجمع، لأن هذه هي الشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه بأن الذي له الابن له الحياة، والذي ليس له ابن الله فليست له الحياة. أنها شهادة عامة، ومش معناتها عامة أنه يسوع مخلص لكل الناس، لا، هو مخلص كل العالم، لكنه مخلص من يؤمن به. نعم، هذا ما يقوله الكتاب المقدس، لأنه هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هذه الشهادة بما هو مكتوب. أما الشهادة الثانية فكانت من شهادة القميص أو شهادة الرداء. إنها شهادة عظيمة جدا، كما قال أخونا الأخ مايك فغالي بأن الأسيس كتب كتاب فيه 70 نبوة تحققت في أسبوع الألام. واحدة من النبوات هي النبوات هاي، بأنه قال: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. وما هو هذا الرداء؟ إنه رداء أو قميص مصنوع بحيث بأنه ليس فيه أي درز أو أي شق أو أي شيء، لذلك لا ينبغي أن يشق ولا ينبغي أن يعني يفصل عن بعضه البعض. عندما نقرأ في الكتاب المقدس عن هذه النبوة نقرأ بأن الرب يسوع المسيح عندما قدم نفسه هناك، قدم نفسه كرئيس الكهنة، وكرئيس الكهنة استطاع الكتاب المقدس أن يعطينا صورة جميلة جدا عنه في سفر الرسالة العبرانيين، إذ يقول في عبرانيين صح 9 وأعداد 24-28: لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مسموعة بيد أشبال حقيقية، بل إلى السماء عينها، ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا. ورئيس الكهنة كان يلبس الرداء هذا اللي هو منسوج من فوق، كان لا يشق، لا يحق لرئيس الكهنة أن يشق ثيابه. لكن بالمناسبة لما بنرجع لحادثة الصلب والمحاكمة نرى بأن رئيس الكهنة شق ثيابه. لا، نرى أيضا عند موت الرب يسوع المسيح بأنه انشق حجاب الهيكل من فوق إلى تحت. لا، لكي يعلمنا الكتاب بأن الكهنوت القديم قد انتهى، وطريق الدخول إلى الأقداس إنما هو عن طريق رئيس كهنة جديد الذي دخل إلى أشباه الحقيقة وهو يسوع. دخل مرة واحدة كما يقول ليقدم، ولا ليقدم نفسه مرارا كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة إلى الأقداس كل سنة بدم آخر، فإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرة منذ تأسيس العالم، ولكن الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه، ليس بذبيحة عجول أو تيوس أو حملان. وكما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة، هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص الذين ينتظرونه. هذا الكاهن مكتوب عنه في سفر اللاويين بأصحاح 21-10، بقول: والكاهن الأعظم بين أخوته الذي صب على رأسه دهن المسحة وملئت يده ليلبس الثياب لا يكشف رأسه ولا يشق ثيابه. وأما هذا الرب يسوع المسيح فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله لكي يشفع فينا. ويقول لنا كاتب العبرانيين: فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. له كل المجد. أخيرا أقول أحبائي أنه في الصليب ليست رحلة بعيدة فقط، وليست أيضا شهادة أكيدة، بل أيضا هناك نصرة مجيدة. يا لها من نصرة. نصرة لأنها نصرة الرحمة والمحبة، كما قلت
عندما نظر إلى اللص وقال له: الحق الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس. تعرفين أول واحد دخل على السماء؟ لص. لص. بتقول معقول كيف اللص ممكن يدخل السماء؟ لأن دخول السماء أحبائي ليس بأعمال ليس بأعمال بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. مش بأعمالنا بنقدر ندخل السماء، لأنه بأعمال الجسد لا يتبرر أي إنسان، بأعمال الناموس لا يتبرر ذي جسد ما. ولذلك نرى بأنه في الصليب البر والحق تلاثما. أمين. يعني عدالة الله وفت كل مطالبها، إذ دين الموت أو دينة الخطية بالموت في موت الرب يسوع المسيح. لكن نفس الوقت ظهرت محبة الله بأجلى وأحلى صورة. يقول الله بين محبته لنا: إذ ونحن بعد خطاة ضعفاء فجار مات المسيح من أجلنا. لم تكن هذه النصرة فقط نصرة الرحمة والمحبة، لكنها أيضا كانت نصرة العلاقة والشركة. نصرة العلاقة والشركة. هناك على الصليب قاس الرب يسوع المسيح أهوال الجحيم. بتقول كيف؟ هو راح جهنم يعني؟ لا ما راح جهنم، بس خليني أقول لك شيء، هو قاس كل عذابات الجحيم من أجلي ومن أجلك. تصور معي بأن الذي خلق كل مياه هذا العالم، الذي قال أنا ينبوع الحياة، الذي قال كل من يشرب من هذا الماء الذي أعطيه أنا لن يعطش أيضا، الذي وقف في اليوم الأخير من العيد ونادى وقال: إن عطش أحد فليأتي إلي ويشرب. في تلك اللحظة صرخ وقال: أنا عطشان، أنا عطشان. ليه؟ تتذكر من اللي قال أنا عطشان؟ في قصة الغني ولعازر، عندما تكلم الرب يسوع المسيح عن الغني عندما نزل إلى اللهيب، ماذا قال لإبراهيم؟ قال له: يا أبتي إبراهيم، أرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. والرب يسوع المسيح على الصليب قاس ظلمة، قاس وعانى ظلمة الجحيم، قاس وعانى اللهيب من أجلي ومن أجلك. ينبوع الحياة قال: أنا عطشان. نعم أحبائي، تشارك معنا في كل شيء. يقول: فإذ تشارك مع الأولاد باللحم والدم لكي يدين ذاك الذي له سلطان الموت وليعتق الذين خوفا من الموت، يحرر الذين خوفا من الموت كانوا مستعبدين كل حياتهم لإبليس. وجد في كل شيء مثلنا. نعم إنه يفهم ضعفاتك، يفهم كل تجاربك، يفهم كل مرارات حياتك، لكنه بلا خطية. لذلك يستطيع أن يعين المجربين في كل شيء، ويستطيع أن يشفع فينا. فإذ قد تشارك معنا في العلاقة والشركة، كانت هناك نصرة عظيمة جدا لي ولك في صليب المسيح. وأخيرا أقول ما كانت النصرة عندما صرخ تلك الصرخة الأخيرة: قد أكمل، ويا أبتاه بين يديك أستودع روحي. خليني أقول بكل سرعة الكلمتين هيدول: قد أكمل.
قد أكمل كانت كلمة تستخدم في ثلاث مجالات بالحياة. لما كان السيد يوصي العبد ويقول له هذا العمل لازم تعمله وتعمل كيت 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 أو كذا 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 كذا، لما كان العبد يكمل كل شيء كان يرجع لعند سيده ويقول له قد أكمل العمل. لما كان الفنان أو أو النحات أو الرسام عم بيرسم يعني عبارة عن شيء من أعظم عمل ممكن أنه يعمله أو عم بينحت أحد المحنحوتات اللي ممكن يعملها، كان يطلع عليها من بعيد هيك ويطلع عليها من قريب ويطلع عليها من بعيد ويطلع عليها من قريب، وعندما يشوفها أنه خلاص اكتملت يقول قد أكمل. التاجر لما كان يعمل الحساب ولما كان يدفع كل حق البضائع وكل الدين يوفيه وكل الأشياء تتم ويحسب الحسابات ويشوف الربح قديش كان ويسكر الدفاتر يقول قد أكمل. وكأنه بالرب يسوع المسيح على الصليب قال له يا أبتي العمل الذي أعطيتني إياه لكي أعمله قد أكملته، القصيدة العظيمة قصيدة الفداء التي أعطيتني أن أكتبها قد أكملت. يا رب كل شيء حتى الدين المكتوب علينا الذي كان في الصك قديما محاه في الصليب وقال قد أكمل. لكن خليني أقول أخيرا أحبائي، لما الرب يسوع المسيح سلم الروح أو أسلم الروح لم تكن روحه قد أخذت منه إنما هو الذي أعطاها. خلينا نقول إن الرب على يسوع المسيح على الصليب ما كان ضعيف أبدا. الكتاب المقدس في إنجيل آخر يقول صرخ يسوع بصوت عظيم، لو كان بلا نفس لو كان ما عنده قوة ما كان، خاصة على الصليب ما كان ممكن أبدا يصرخ بصوت عظيم. نعم أحبائنا أحبائي، مسيحنا ليس مسيح ضعف ولا استسلام ولا خنوع كما يقول صاحب الترنيمة، لكن خليني أقول لك في العشية بأنه هو الذي قال لا أحد يأخذ حياتي مني بل أنا أعطيها، أنا أعطيها. وقعد فكر بأنه بس الآب أسلمه أو بيلاطس أسلمه، لكن هو أعطى روحه عني وعنك. عندما مات مات من أجلي ومن أجلك. نعم لقد قاس من أجلنا ومات من أجلنا، عمل كل شيء عنا، أكمل الكل. في يوم من الأيام ورحلين أختم بهالقصة هذه، في يوم من الأيام راح أحد الشباب على اجتماعات انتعاشية وخلصت الاجتماعات العشية وخلص آخر اجتماع وقدمت الدعوة، وهالشاب هيدا مع أنه سمع يعني شعر بتبكيت الروح القدس لقلبه لكن ما تقدم للأمام ولا راح على الدعوة لحتى يستجيب الدعوة. بعد ما خلصوا كل شيء كان المبشر عم يشتغل مع الأخوة يضبط بالكراسي ويضب الخيمة، كان بخيمة كان اجتماع بخيمة. إجا الشاب لعند المبشر وإجا قال له عفوا يا أسيس، بس بحب أسألك أنا هل أنا تأخرت؟ قال له تأخرت على شو؟ قال له بدي أعرف شو لازم أعمل لحتى أخلص. قال له تأخرت كتير. قال له معقول هلأ لأنه عم تضبط به كل شيء يعني؟ قال له تأخرت كتير ما بقى فيك تعمل شيء. قال له معقول ما بضل مكان لحدا واحد بس أنه يطلب الرب؟ قال له تأخرت كتير أنك تعمل أي شيء لأنه المسيح أكمل الكل. كل ما عليك أن تعمل أن تؤمن به وتسلم له. خليني لك بعشية، اوعى تفكر يوم من الأيام أنه موت المسيح على الصليب كان هيك بلش أو ما إله معنى أو بس لحتى يعطينا رمز الصليب لحتى نلبسه صليب ذهبي هون أو لحتى نحمله ونقول أنه نحن مسيحيين. لا، لأنه بكل أسف كمسيحيين عم نعيش حياتنا بعكس رسالة الصليب. كثير من الأوقات منفكر بأنه إحنا لازم نعمل لحتى نكون مقبولين عند الله، لازم نتعمد، لازم نقدم، لازم نصوم، لازم نصلي، لازم نجي على الكنيسة، لازم نخضع ضوئي، لازم 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 ولازم اللوازم كثيرة، حتى لدرجة الإنسان بيشعر بيقول أوف ما بعرف إذا كملت كل الأشياء.
وما بعرف إذا الأشياء اللي كملتها كملتها مثل ما الرب بيرضيه ولا ما بيرضيه، لكن هذا منتهى الجهل والخطأ. عندما مات المسيح على الصليب مات لكي يقول لك بأنك أنت وأنا لا نستطيع أن نعمل أي شيء لخلاص أنفسنا، إنما أن نقبل منه هذه العطية أو الهبة المجانية. لاحظ ما يقول الكتاب، لأن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله عطية الله المجانية، هدية الرب لإلك في العشية في صليب الرب يسوع المسيح، هي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. كيف يتبرر الإنسان أمام الله؟ فإذ قد تبررنا بالإيمان بالمسيح لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. نصلي. يا بني السماوي، نستودعك نفوسنا في هذه العشية، راجين يا رب أنك أنت تكمل عمل هذه الرسالة بقلب كل إنسان، سواء كان يا رب موجود في هذا المكان أم يا رب يسمع عن طريق التلفزيون أو الإنترنت. نشكرك من أجل كل ما أنت قدمت لنا في هذه العشية، من أجل الترانيم، من أجل الصلوات، من أجل يا رب الموسيقى، من أجل الرسالة. ليتك تستخدم كل شيء يا رب، وأنت تبكت قلوبنا على خطية وعلى بر وعلى دينونة، وتعطينا يا سيد الرب أن نؤمن بك كما ينبغي. نستودعك نفوسنا في هذه العشية، راجين أنك أنت وحدك الذي تستطيع أن ترفع وتشفع بجميع ضعفاتنا، ولك أيها الآب مع الروح القدس كل سجود وإكرام على الدوام، باسم الفادي والمخلص حبيبنا يسوع، ولك فيه كل المجد. آمين.